ميشن امبوسيبل مع برهان. 18 دقيقة تسمو فينا في ميشن امبوسيبل على يفهم احلى راديو. العباد متبرنشة برشا يا سينجيب على الحكايات وعصام جمعة والمنتخب وكذا والواحد حاجة صغيرة ونمر بربي بخصوص سيف الجزيري. عباد قالوا ما حقوش تفاعل ما حقوش كذا يا أخي مركزين ما هوش مركزين في داخل التربص ولا في داخل الإقامة استعدادا اللي قال المنتخب الفرنساوي ولا هين يردوا على بعضهم عن طريق فيسبوك وعن طريق التدوينات مع أنه سيف الجزيري عمل الرد هذاك وقال وهو رد فيه كثير من المرارة قال أنا بالنسبة لي عصام جمعة مرجع وكذا. لا هو فهم بالغلط عصام جمعة لأنه عصام جمعة دفع عليه قالوا لولا مش مسلف فلوس الخوة دي الجريرة ونحوهم الملك ناسيونال ومن المفروض يتولها بالكورة وينسى ما تحق العبيد باش تعبر لأن الديمقراطية ثقافة نحن حتى في الكرة ما زلنا ما عندناش حق الناس كل لا هو هذا حق حق كذا والحجة جمعة. والحجة على من دعا عصام جمعة واللي دز عصام جمعة غلطين في التوقيت ما التفقيق لكن وديع الجيري عمل بارشة ما أنت هذه النقطة من البحر اللي قالوا عصام جمعة نقطة من البحر في تقديرك أنت الشخصي لكن يبقى ديما ربي يهديه عبد الستار عمامه على الوضع متاع الفتنة اللي يعمل فيها عشية يعني كاس عالم وعشية تونس تلعب مع فرنسا ديما دور البيتك ديما الفتنة ويعملوا راحوا في بليش قال يا أخي كدير مش كدوريم هذا معناها بالعاني يعمل فيها معناها كلي ياخذ فيها على حد عقلي بعد ما كملنا الكلام عندك حتى فكرة على المسجات اللي قاعدة تجيني توا على الصفقات اللي عملوا كدير صاحب نشيب والعائلة الحاكمة والجو ذيك الكل في علاقة بالكلوب في علاقة بجمعية أخرى خلاص سكتين خويا فتلعب لدوما يحمى يخوف وزر لي خليني لأكد وزادة هالجو هذي راه ماهوش ماهوش تاع ليكيب ناسيونال فقط راه يحكموا في ولا ماهوش ليكيب ناسيونال راه خلينا نكونوا واضحين وإيجابيين راه المنتخبات الكل توا الناس الكل تحكي وكالة الأنباء تتناقل العركة في الفيستيار ما بين دي بروين وبين هازارد بعد الماتش تاع بلجيكا والمغرب مازالوا يدخلوا الفيستيار ويحملوا في بعضهم المسؤولية ولا تاك ما مشاش ودرشنية والناس الكل تنقل في التقارير يتعاركوا على كورة يتعاركوا على كورة وش نحن يتعاركوا على الصورة نحن وبنيتنا يتعاركوا يلا يلا شخت على حنا بعل في الفازة الأخرى كي نسيك المتغشش كي طايش الكورة البارح كي سمعت عزام جمعة قلت لعل هذيك مش يخلص عليها هاني شارك لا 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 برش عباد زاد القراب من الوقت قال لك راو حنا با ما تستغربش راو راو ما برش ما تشوي لا 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 مش حق حق وحق اسمعني لفترة فيك ونرجع خلنا نسمع لفترة فيك يلا 28 دقيقة تسمعوا في ميسيون امبوسيبل كونغرس اللوردات مازال متواصل توا نبدلوا صفحة الكرة متمنين المنتخب رغم كل هذا والمشاكل وكذا انه غدوة يعمل نتيجة مشرفة على الأقل ضد المنتخب الفرنسي بطل العالم نرجعوا للسياسة والأجواء وتداعيات ملف 25 شخصية اللي حتى التوا تسريبات وهذا الشيء اللي بهت ما فما حتى مصدر رسمي أكد الوثيقة هذيك التسريبات على الفيسبوك لكن با نبنيوا عليها حول إحالة ال 25 شخصية هذه للتحقيق بتهم تتعلق بالتخابر وتأمر على الدولة ووفاق ومسك مدلس وتدليس وتبييض أموال وقائمة طويلة من التهم. البارح الإعلامية مايا الكسوري في شمس أفام علقت على المسألة هذه قالت الملف هذا معمول بالعاني للتغطية على خبر استنطاق الغنوشي وهنا يظهر التحكم والمانيبولاسيون في توجيه الرأي العام. تعليقكم على هذا التعليق الحب نسمع كان فما إكستري ونرجع نعلقه على كلام ما يقصد مريت وكان جيت ما فماش حكاية لست الخمسة وعشرين رأوا الخبر هذايا هو كان لوليني في الإذاعات الكل لكن اليوم الإذاعات الكل الخبر الأوليني متاحة هو اللي 6/25 وهذا من الحاجات اللي نحكي لك عليهم اللي في إطار المانيبولاسيون والإلهاء وغير ذلك رغم اللي موضوع التسفير معناها موضوع معناها سيريو وعنده مدة والعبيدة اللي موجودة فيه اسمها معروفة ومترابطة وعندهم علاقة ببعضهم وغير ذلك معناها دونك الملف هذايا غطى شوية على ملف التسفير وغطى زيدا على الكونفرنس اللي عملوها لجنة الشهيدين في جنيف يلا قادري يلا كيفاش تكتك خير من القادري يقول لك لا ميور اتاك لا ميور ديفونس لا تاك هي لا تاك احسن وسيلة للدفاع اي ولكن انا نحب نفهم يعني الدولة اللي تحيل في ملف التسفير وتحيل في الغنوشي
ما هي ولا مش قوة أخرى يعني ماهيش أحزاب، هي الدولة اللي تحيل، النيابة العمومية اللي قاعدة تحيل غادي، هي نفسها النيابة العمومية اللي تغطي على خدمتها في إحالة الغنوشي باش عملت الإحالات هذه. ما فهمتش أنا المانيبيولاسيون شكون اللي يعمل فيها. إذن في تعليقكم، نحب نسمع زياد. زياد ما كنتش معنا البارح كي علقنا على الملف هذايا، أكيد شفت الوثيقة المسربة بتاع بتاع التهم والإحالات وكذا. تعليقك على الأصل وتعليقك على الفرع اللي هو تصريح ماهر قصوري. أنا ما نظنش أنه إخراج الموضوع هذا فهمتني توا هو بهدف التغطية على حكاية التحقيق تاع رشد الغنوشي لسبب سيتي ياسر، لأنه معناه أنا في تقديري أنه اليوم برشا تواس ما عادش يهمهم رشد الغنوشي يتوقف ولا ديجا ما عادش حدث ماشي جاهي على الانتقاد، ما عادش حدث لك وحتى فهمتني سياسيا يعتبر في حكم المنتهي. ربما نقول لك اذا كان اليوم ثم بقلق فدي باش يكون مفضل عبد الكافي، باش يكون فدي من الجيل الجديد هذا. ما في تقديري انه رجل الغنوشي كان قوس ساقط بطبيعته، وانما 25 جويلي هو عاود انفخ فيه شويه فدي روح، لكنه مع ذلك يعتبر فدي منتهي وقوس صغير. سمعني تزيد على وسائل الاعلام العربي الموضوع بتاع الغنوشي هو اللي مازال متصدر معناها في الجزيرة وغيره من القنوات الحديث على الغنوشي مش على الليست. شوف هذيك عندهم أجنداتهم. أي متفهمين. أنا نحكي لك على واقع عايش في الموضوع ما غطاش على الموضوع نقص. أنا موضوع نحكي لك اللي احنا عايشونه في في, في, في تونس. نحب نذكرك بحاجة أخرى. اللي ثم جيل كامل مش حاب يحشم على روحه فمتو يكرم لحته ويثم روحه فمتو يمشي على روحه. مهاتير محمد وما أدراك. اللي هو صانع النهضة متاع ماليزيا اللي انقلها من دولة زراعية متخلفة إلى قوة صناعية فني عالمية. مازال في الشهر هذا عمره 97 سنة فهمتي ترشح للانتخابات التشريعية، قالوا له بنروح فني بنرفنيش الدارك. فما بالك الناس اللي ثم حولهم جدل. نرجع للموضوع. بالنسبة للمية القصوري نحب نذكر وعلاش معناه أثار انتباهي اسمها هي فهمتي فني بالذات من ضمن الإعلاميين. ثم فرق ما بين واحد يرشط في برنامج في كذا باش يتصل به فلان ولا علان بالتليفون بالله عدي لي فلان وبالله استدعى فلان وبالله فهمتني كذا كذا كذا، وما بين فهمتني إنسانة تأكد أنها تلعب فهمتني في دور سياسي ودور سياسي يثير العديد من الألغاز. هو حقها أنها تلعب دور سياسي لما يكون واضح، حقها لما يكون واضح. لكن كيف نرجع للتصريح للتسريب اللي وقع لها مع نادية فني عكاشة في أفريل 2021، وسمحني باش نقرأك لأنه خطير الوحدة اش تقولها في الكلام هذايا. تقول له احنا من الصباح أنكوجيت على الفخفاخ، السؤال لاني واحنا شكون لازم يتنحى قاعد يعمل في نفس السياسة متاع الشاهد كل نهار يحط 100 واحد يلبس فيها والحركة بتاع الولايات يقدها عملها له الشاهد وهو يحب يبلصها. خممنا قلنا شكون احنا اللي خممنا الرئيس ينحيه فوالا على خاطر شبهة الفساد ولا واضحة ولا يمكن المواصلة بالطريقة هذه. دونك خممنا وقلنا نحط واحد من الحكومة رئيس حكومة بالنيابة. شكون خممنا وقلنا؟ خممنا في المشيشي سي لو سول كي نوزي تناكي 100% دو مانيير اسكو يولي معناها سي بريسك ان اوم دو باي اي سافا اتر لو بالي كي فا ديريجي لي شوز من تالي. دي إشارة للبلطي. واقترحت معناها باش يكون العضد الاقتصادي في الحكاية هذه باش يكون المستشار الأولاني بتاع الفقفاق توفيق بكار. قالوا لي إيه فيها. شكون اللي قالوا لها إيه فيها؟ بون نورمالمون فهمتني سي بون دون سو سونس لا. حبيت حكاية دزان دابور دي موا اسكو تيون بونس اي سي تي بونس كو سي بيان دون سو سونس. هاو كندزو باش وقت اللي الرئيس الفي سو تروك يبداو الناس حاضرين. شكون هم الناس اللي فني باش يبداو حاضرين وقت اللي الرئيس بافير سو تروك؟ ذا تقول في اللقاء تحكي اللقاء بسفير فرنسا تقول انا هاني نقول لك منين جاتو التطمينات اما ما تخرجهاش في الاعلام. انا مشيت شربت قهوه مع السفير نتاع فرنسا سمعت هما زادة عندهم كونديدا هما الفرنسيس سبعت اللي هما عندهم كونديدا ومشي هو نهار الاثنين للقصر القصر حبيت نصبه على راسه وعملت له رونديفو طول بعد مشي القصر. يا اخي جاي يحكي على خيام وما خيام تقصد الخيام التركي حاصل شديت غسلت وشللته واضح اتل بوان قال لي نو 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 بطلت. زياد شكون اللغز لهنا
هل اللي قاعد تخطط معاه مايا فنتي فنتي القصوري ويحبوا باش يفرضوا توجه معين على رئيس الجمهوريه في باش من بعد يتصرف؟ انا نحب هذا السؤال اللغز كي نربط باليوم ال 25 اللي معناها فنتي مع محالين واثاره لما نقطه اللي اثاره الوضع الصحي نتاع رئيس الدوله والنقطه هذه اثرت مع وزير الطوى موجود في الحكومه نتاع رئيس الجمهوريه وواجه في ديك الموضوع هذاك فهمتي بالضحك وكذا. دونك انا رايي شنو هي الحكايه اثاره مشكله صحه رئيس الدوله ووزير من حكومته واجه الامر بالضحك؟ شد طبعا. عندك الامور شد الامور خاطر مازلت باش نحاول نفهم المغزى والخلفيه من استعراض الكلام تاع مايا القصوري وين المشكله فيه من عدم مشكله علاقته بمشكله 25 الحكايه اللي حكيت عليها وزير يضحك بخصوص تناول الوضع الصحي الرئيس هذا كل بعد الاخبار ان شاء الله. 37 دقيقة ما زلت تسمعوا فينا في ميسيون امبوسيبل على يفهم أحلى راديو. ننطلق من قصينا بشينا الأخبار. كلام زياد الهاني استعرض يعني تسريب في الحقيقة تسريب عنده مدة من اللي هبط يعني بخصوص الكلام حتى لتوا مع شكون تحكي مايا القصوري برشا روايات تختلف معناها مجمع يقولوا الاسم اللي انت قلته المدير السابق اللي هو الرئاسي ناس اخرين يقول لك لا راهو اسم واحد آخر حسيله في كل الحالات زياد المضمون المتعلق بالآن نحب أقول لك لهنا إتيكيا وين المشكلة وين معناها أخلاقيا واقعيا قانونيا إجرائيا جزائيا وين الإشكالية؟ أنا نجم نبدأ نحكي مع عبستار عمامو ونبدأ نزلفط عليه اسمع راني عبستار راني كلمت السفير الفلاني وراني حكيت اسمع ونحبوا نحيو مدام بودن ونجيب بنت حومتي مدام فضيلة ونحطوها هي وندعموا الوزير الفلاني وفلتاني. هذه كله مدام مكالمات الهاتف تنجم تسمع فيه مختلف أشكال الجنون والحكاية. لكن واقعيا معناها مشات عبات في حكايات من نوع هذية خلقت معناها ماديا مارست فعل مادي ملموس في تغيير تغيير هيئة النظام. خلينا نشوف خطر تغيير رئيس حكومة بآخر معناها ظهر لي في المانوفر بوليتيك الليجيتيم معناها عادية معناها نطيحوا ونعملوا هذيك لعبة الديمقراطية. خل نسمع رأي زياد في الحكاية. شوف أنا طوى كيف نرجع بشريط الحديث التالي نحن ضحكنا في برشا مرات حد الاستهزاء فهمتي من رئيس الدولة وقت اللي فهمتي يحكي على حكاية تلك المحاولات بتاع الاغتيال بتاعه ظهرت فشوش وما فيها فهمتي حتى شيء. لكن نجيب من ناحية أخرى في تقول معناها من ناحية أخرى كيفاش خي راجل بعقله كقاعد فهمتي يصبح ما بتركبش على بعضها. كيف نشوف اليوم ثم بحث مفتوح والبحث هذا فهمتي يتعلق فهمتي بالأمن بتاع فهمتي الدولة وبتغيير فهمتي النظام بتاع الدولة مع إصراري مرة أخرى اللي قام بيه قيس سعيد رأوا القلاب على الدستور إلى خير إلى خير. لكن أنا ما نحبوش يتلحفني بالقلاب بسبب المسألة فهمتي واضح ما نحبش نعالج الخطأ بالخطأ وخاصة إذا كان فيه أطراف أجنبية بسبب المسألة واضحة. اليوم نتساءل هل وكيف نشوف انه في المحاورات هذه تمت اثاره الوضع الصحي بتاع رئيس الدوله. هذيك الملاحظه اللي قلتها انت يعني حوار بين من ومن؟ تم استخراج من الهاتف نتاع البلطي في متني هذايا مكالمه دارت بينه وما بين هي مكالمات عديده لمحاله دارت بينه وما بين وزير في الحكومه الحاليه. اي نعم وجبد له فهمتي معناها تكلم بطريقه غير لائق على رئيس الدولة وجبد له فدي على المرض نتاعو إلى آخره والآخر واجهه بالضحك اللي حتى أخلاقي أنت هو سيد نعمتك أنت هو رب النعمة بتاعك أنت لو كان مش هو ما يعرفك حد ما يسمع بك حد ما يتلفت لك حد على كل مسكر هالقوس هذا. دونك اليوم المعطيات هذه متأكد منها زيد لينيا؟ أنا عندي ثقة عندي ثقة في مصدري. هذه جزء من الموجودة في ملف نعم موجودة في ملف نعم التحقيق. نعم نعم باهي قلت لك انا عندي ثقة في الـ في الـ في الـ في, الـ في المصدر بتاعي. دونك كيف نربط باللي صار في 2014 في 14 في ابريل 2021 وبهالتسريبات هذه ووجود مايا القصوري مرة أخرى فيها القضية هذه ما جبدش فنتي من الأول هاي موجودة فني في القضية فنتي هذه يجعلني أن نرجح أنه بالفعل المرة هذه المسألة جدية و الناس ما يزماش تستهين بها.
معناها مش فرقه كيما يتقال وتقال. انت خالد قلت انا شنو المشكله، انت قلت الاي فما مشكله، انا ما زلت شاهد صحيح هي عباره على مكالمات ماهيش فعل مادي ملموس. هو وصف لي فعل مادي ملموس في المكالمات يا اخي، تحكي على تليفون مع سفير دولة أجنبية، وتحكي على الناس كل تحكي مع السفراء، عصابة قاعدة تصير وقالوا نجيبوا المشيشي، هو نشاط رسمي اللي صار، قالوا نجيبوا المشيشي نعملوه أم دو باي. شنو صار من بعد؟ جاي المشيشي، جاي المشيشي كاو. دونك فما حدث فعل ملموس، مانيش نحكيو على كلام انا وياك نحكيو في التليفون ماذا بيا طيح شكون. لقيتو السؤال الدقيق تاعي، اسك المانيبيولاسيون فعل يجرموا القانون؟ انا جو مانيبيول البريزيدون دو لا ريبوبليك، انا جلو مانيبيول ندخل نقرب له فلتين يا اخي، مش السياسه هذيك هي حياتها كامله يا اخي. المستشار شي يعمل غديك، صفته الرسميه هي يعطي الاستشاره، لكن المانيبيولاسيون انا نحب الرئيس يعجب اداء نجيب، نقدم نجيب واحد، ما حياتها كامله السياسه هذيك هي الهاوس اوف كاردز. مش فكر المانيبيولاسيون، انا نتيجه خاطر السؤال منقوص، انا نعمل مانيبيولاسيون، انا شوف هذيك مصلحه الوطن، المول كلها راهي باسم مصلحه الوطن، يقول لك الكلام هذا مع سفير فرنسا، مع سفير فرنسا عليه بكش فرنسا دوله عدومه وكلها صداقات وكلها مصالح مشتركه وكل واحد انا نحب نفهم منكم وين بالضبط الخلل. تدخل الخارجي الخلل هو يرسم في توجهات البلد هذه، ما ينجمش فرنسا ولا غير فرنسا تكون حريصه على مصلحه تونس اكثر من تونس بحد ذاته. اي تدخل خارجي في تسيير دولي بالدوله بلا هنا باش يكون اعتدي وما فيش مصلحه. نجيب مش تعملوا في المكياج على خاطركم تو وليتوا، سامحني وليتوا رسميين وتتحكيوا قدام مذياع، مش حياتكم كامله في الكواليس. اسمع امريكا راهي متغشه، ظهر لي الامريكان باش يعملوا الفازه الفلانيه، لا فرنسا راهو ظهر لي مصر راهي واقفه مع، لا ظهر لي الامارات هيك واقفه راهو، ظهر لي قطر هاي باش تمشي الامور مع كذا، راهي قطر تعمل شكون راهي الامارات، شكون نحن كلهم الكل الناس كل المشتغلين في عقل السياسي، الكل المشتغلين في الحق السياسي ويقراوا فيها على الاساس هذايا ويقيموا ويعملوا على الاساس. نمشي معاك ربي لحظه لو نعطيك سامحني نجيب، نمشي معاك في الريزونمون تاعك. فما منه وفي كل نظام فما العباد نتاع الدول الاجنبيه بيش. اوكي تحت تخلص هذيك هذه قانون الحكايه ولا اللخصه تدخل هذيك نمشي معاك للاخر. برافو برافو نحييك على الملاحظه. لا انا قلتها قبل، انا مع ديكتاتور وطني ولا ديمقراطي عميل، لان شنو هي الديمقراطيه؟ هي برلمان منتخب حكومه منتخبه، البرلمان منتخب الحكومه منتخبه تعبر على اراده الشعوب، اراده شعبنا معادل الفرنسيس والامريكان والكذا، مصلحه تونس قبل كل شيء. ارجع لي الملف هذا لهنا، الملف هذا البارح سمعنا شكون يقول فرقعه وتوا نسمعوا شكون يقول لا مساله جديه. جزء كبير من كلام مايك سوري عنده حق فيه، اللي هي تعملت هذه الاستاذه مايا في معرفتي بها وخدمت معها وكذا، ما تنجمش تمشي تامر على من الدوله وكذا، صعيب تو البحث يجيب هو وربي يظهر الحق. لك في جزء من كلامه بتاعها صحيح، تقول لك اللي مجموعة ال 25 وخروجها اليوم باش تغطي على ذهاب رجل غنوشي للتحقيق، هذه حقيقة. وين زاد من رأي معنى المانيبولاسيون حاصلة هكا كل القضية على خاطر بجد، لأنه نعود نقول لك يا بورين أمس في النقاش قلت لك شكون خرج الوثيقة نهارتها، لأنه ما يلك سوري تقول لك أنا ما سمعت شيء بي أنا بحالتي كان لما بعث لي رضا الرداوي الوحدة على الفيسبوك توانا متهمة في قضية كبيرة كمان هكا، والدولة ما تعلمنيش ما تقوليش يا فلان هي جاب عاد هي جا كذا هي جا كذا، قلت انا ما سمعت بروحي كان لما بعث لي رضا الرداوي، ورضا الرداوي في جنيف عمل ندوة صحفية على شهداء شكري بعود محمد البراح، لما بعث لي رضا الرداوي قال لي يا ماي هاو اسمك موجود. بما يعني 25 نوفمبر اللي خرج الوثيقة، ما هو الوثيقة تعملت في وقتها اللي خرج الوثيقة تعملت وقتها خرجت منها اللي خرج الوثيقة نهارتها باش يغطي على ذهاب رجل الغنوشي للتحقيق في ملف التصفيق. نجيب يا اخي ما سمعتش زياد الهاني قال لك رجل الغنوشي ما عادش فما حدث ماشي يحقق او في جمعية حدث او في جمعية اي شنو هو الحدث كيف باش يعمل؟ عقاب لا لا فما حدث لا باش يكونوا رجل الغنوشي يكونوا عقلانيين شويه، سامحني يا سي نجيب شكونوا عقلانيين؟ رجل الغنوشي قاعد يحقق ماشي جاي على القضايا وهذي عارفينها. علاش يا اخي نهارتها بلا هالخبر هذايا تو ليكيب ناسيونال عرف كوب دي موند ودرا شنو
تونس تاملة باش تقوم وتهبط على خاطر رجل غنوشي في جلسة رقم 14 و655 ألف باش يعرض قدام قطب الإرهاب في ملف التسفير. أنا من أنا من رأي العام ملف كان هو هكا ملف مهم موش على الملف أنا دقيق في المسألة. قول راهي الخبر على الخبر هذا اللي تغطيت على خبر آخر باش يغطي على الخبر. يعني أنت نجيب الزيري ناخذ منك آخر تصريح تميل لأنه هالملف هذا كله فرقة عالمية؟ لا ملف 25 واحد والإحالة إذا فرقة عالمية؟ لا تي قل لي اشترحوا واشترحوا. ما نقولكش خر تسريب الوثيقة. تي ما الوثيقة اللي أنا تعملت لبنسان. تسريب الوثيقة هي اللي تغطي على رجل غنوش. زيد ما السؤال عند حق فيه. زيد نوضح سؤال خاطر أنا هاني بحديك ما فهمتش ممكن المستمعين فهموش. مش بالضرورة. إسكو أنت تحب تقول أنه الإخوان جاية هما اللي خرجوا الوثيقة ذي الفكرة؟ بالضرورة. إخوان جاية هما اللي خرجوا الوثيقة. أي حاجة خايبة في تونس تعملها الكل إخوان جاية. معروف هذه. دونك إخوان جاية خرجوا الوثيقة باش باش رجل غنوش يفلت من العقاب. النيابة العمومية أوسي مانيبيولابل معناها. لا 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 مش يفلت على العقاب أكثر من هكا مش يفلت على العقاب على خاطر هو ما كانش باش تعاقب البارح هو. إكزاكتومون. باش البلاتوات. هذه في عاود نحكيو على رجل غنوشي مشى خاطر احنا قلنا ايش باش نضيف باش نقول رجل غنوشي ارهابي وراه سفر العباد وراه قتل العباد باش ما نحكيوش عليها نهار اثنين نحكيو على 25 هكا هو شو يقصد بالضبط المانيبيولاسيون حصلت في الليل لانه فما زوج حدث مهم بالضبط. فما حدث رجل غنوشي وفما لجنه الشهيد شكري بن محمد ابراهيم عملت الكلاد وصحفي جونير. يلا نمشيو للشهر ومن بعد نشغل الفري فود لانفو مع اريج الحمروني. 48 دقيقة ما زلتوا تسمعوا في إيميسيون امبوسيبل. اختلاف الآراء اختلاف التحاليل لكن المعلومات ما نجموش نختلف عليها سي نجيب والتحاليل وإبداء الرأي الجميع حر في إبداء رأيه لكن المرة هذه الفري فود لنفو ما فيهاش لا حرية في إبداء الرأي فيها المعلومة صحيحة وإلا غلطة. أريج الحمروني بخير مرحبا بكافة مستمعي إذاعة EFM. صحيح من الغلط باش نوضحوه اليوم بعد إلغاء عرض فني بالمسرح البلدي هيئة مهرجان المدينة حملت المسؤولية الكاملة لبلدية تونس. الحفل هذه متاع الفنانة ألفة بالرمضان اللي كان مبرمج غدوة نهار 34 نوفمبر في المسرح البلدي بالعاصمة وفي البلاغ متاع الهيئة المديرة بلدية مهرجان المدينة عفوا حملت المسؤولية البلدية تونس وقالت أنه قرار الإلغاء جاء بعد مطالبة سيدة سعاد عبد الرحيم رئيس بلدية تونس المهرجان أنه يخلص معلوم كراء فضاء المسرح البلدي وكيف كيف اعتبروا أنه هذه سابقة ما صارتش منذ تأسيس مهرجان المدينة من 38 سنة وأنه البلدية ما عطتهمش المنحة متاع سنة وما صرفت لهمش المنحة. نحن باش نفهموا صحيح من غلط وباش نكتشفوا شكون يتحمل مسؤولية في إلغاء العرض هذا. معنا بالتليفون سيد إكرام عزوز مدير مسرح البلدي بتونس باش يعطينا صحيح من الغلط في الموضوع. ألو صباح الخير سي إكرام. صباح الخير نهاركم طيب وتحية ليك والخويا برهان وزياد ونجيب صباح الخير والمجموعة الكل ملمومين في الخير. عايشك شكرا لك. يعيشكم يا باهي. عايشك سي إكرام كنت أسمع فيه نتصور لك ساعة بربي الحب نوجه له تحية محليه الصوت بتاع سي إكرام وعصبيح وكل جو ويكسر لنا الريتم بتاع الهم والسياسه وكل لغه وكل خانات يا باهي. اي اي تحيه ليك يا سي إكرام محليك محليك يعيش ابراهيم عيش لي خويا الغالي ولا ينحيكم يعيش سي إكرام. قبل كل شيء باش نوضح المساله انا استغربت ممكن من بلاغ لسبب بسيط لانه مهرجان المدينه هو مهرجان بلديه تونس من التاسيس ثم الإلغاء علمني بي سيلادي المحلي من 3 أو 4 أيام من عند إدارة المهرجان لأنه تزامن يوم العرض مع ماتش تونس وفرنسا معناها وهذه حاجات تقع في البرمجة. فإلغاء العرض طلب مني سماشي إمكانية لي معناها تأجيله ويلعب نهار 4 أو 5 فقلت له سيدي راهو عندنا ايام قرطاج المسرحيه والمسرح محجوز في تلك الفتره ولا يمكن تقديم العرض. ثم انه بالنسبه لاجراءات العمل بالمسرح البلدي لا نفتح شباك التذاكر الا ما نكون وافقنا على انه العرض باش يصير سواء بخلاص معلوم من الواحد أو بالأسلوب اللي تتعامل به البلدية مع المهرجان اللي جزء من الدعم هو تمكين المهرجان من تقديم عرضه بدون كراء وهذو ما تساكر تبيعوا 39 تذكرة معناها فقط لمسرح يرفع 911
قرار ذكي من المهرجان أنه يلغي أو يؤجل، لكن الادعاء بكون التأجيل جاء من عندنا نحن لأن طلبنا فلوس ولأول مرة معناه أنا مش نستغرب، وأنا الموضوع تطرح من شهر ونصف التالي لبحث حقوق الجمعيات في استعمال المسرح البلدي. الناس الكل تخلص كان مهرجان المدينة. الجميل هذه السنة أنه مهرجان المدينة عمل عروض خارج شهر رمضان، هذا منجز حق نتمناه وفرحنا به، لأنه صارت العروض في الفضائيات البلدية، صارت في بير الأحجار وصارت في دار الأصرم وكانت ناجحة. في عوض نحكي ونسمنوا هالنجاح لأنه مهرجان المدينة عمل عروض خارج الواحد، دخلنا في إشكالية نتاع شكون أجل وشكون الغاء. الله يهدي وقعه. شكرا لك، يعطيك الصحة سي كرام، وصلت المعلومة، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سي كرام عزوز، ميرسي بوكو. منورين وديما نسمعوا فيكم ربي يفضلك يعيشك. ومحلى المعادلة ما بين الآراء المختلفة راهي هي صمام كلامين لينا، وربي يفضلك. ربي يفضلك يا سي كرام، متألق دوما إن شاء الله بالتوفيق. سي عبستار واضحة أنت مريت في التجربة هذه بتاع البلدية والعمل البلدي والعمل الثقافي. مهرجان المدينة من أصل الدنيا ما يتأسس، هو تأسس مع مهرجان، هو جمعية خاص مع الجمعية، لكن مع ذي تحت لواء بلدية الحاضرة بالضبط. وكانت الفضاءات نتاع البلدية محطوطة على ذمته. كي خرجوا من المدينة للمسرح كان المسرح زاد ما خاطر يتقرا، هو يتقرا عادة بالضبط. مليون و700 والحاجة هكي للخلاص. بالنسبة لمهرجان المدينة هذيك الدعم مع البلدية باعتبارها متاحة، دعم لها مع الدعم للمهرجان، ولذا أنه كي أجلوه فكرة طيبة الحفلة خاطر نهار حفل نهار مسرح، اما انا اخذ ورد اخذ ورد. يلا المثلث الشر اللي روج المعلومات للتشويف على المنتخب الوطني، راهو المثلث هذا عنده رؤوس، معناها انت ذكرت بعض الاسماء، عبد الستار عمامو على راس المثلث هذا، احد اضلع المثلث هذا اللي عملها بريء وموجود ومع الجماهير و... ويحكي معهم بالانجليز و... وديو نو نجيب تزيري شيف اوف جوفرمنت ان تونيزيا ودرشنية امين جلنزة مباشرة اللي يعطي في اخبار المنتخب ويسرب فيها في الكواليس العصام جمعة تاع العارف اعطاها العصام جمعة في مكالمة. صباح الخير سي امين جلنزة، صباح الخير، عم روحوا في بلوش قاعد في مجلس هاوكا غاديك، صباح الخير سيدي. صباح النور برهان، سلام عليك، سلام على جميع المستمعين. برهان راك وخرت علي 10 دقائق ساعه ولا حاجه. باش تكلم عصام جمعه مره اخرى، باش تكلموا مره اخرى بعد مكالمه البارح. انا اليوم نعس عليك، ماني عملت ديباسمون على الاخبار، ماني خرجت 8:03 و4 دقائق وتو انا 10 دقائق ادعو الاداره انه تتصرف معاك. كلم حمد سويح في بلاصه عجيب عصام جمعه، ما لو اللي كلم حمد سويح في وضع عصام جمعه، كان كلمت حمد سويح خير لك من 10 مكالمات ترصد لك. لا 10 مكالمات انت وعصام جمعه بالتمام والكمال، وان شاء الله يتم اتخاذ الاجراءات المناسبه في حقك ويتم خصم مبلغ كبير من الجرايه الكبيرة. اكثر من 5 شيفر يدور لي هكا حسب ما سمعت انا، قريب الحنب على المجبري. اللهم انعمت فزدي، شفت قلت شفت كي طيحوا البحث نفس لغه عصام جمعه 100 مليون ودرشليه وخمسه شيفرات واصفار، كي قلنا راه متورط في العمليه. لا وشكون احنا الجوار اللي قال لا تقول البلبولي ما يتكلمش مباشره مع عصام جمعه، يقول الجلنزه وجلنزه يحكي مع عصام جمعه، راه البحث يجي بالتحقيق. انت قديش تخلص ابو علي؟ كمل تحب مالي أرقام بالجمعة بالشهر مالي أرقام ها صحيح يا نجيب. أيوة. ها صحيح، واسمعوا نجيب رو عنده برشا رو مجبوتي بنما بيبرز رو ملاوينك ملاوينك دي بارادي فيسكو كل حسيب فعلين. أش عندنا اليوم؟ أش عندنا اليوم؟ المنتخب الوطني التونسي ينهي تحضيراته ان شاء الله لمباراه فرنسا تحت التدريبيه في نفس الوقت الستة، نفس وقت مباراه منتخب تونس ومنتخب فرنسا في المدينه التعليميه ان شاء الله غدوه. اليوم ندوه صحفيه جليل القادري مره ثلاثه غير بعد. الجماهير نقصت برشا برهان حسب مريت البارح، حسب ما شفت في الدوحه ما عادش فما برشا جماهير تونسيه، تمست الجماهير الحقيقه كالامبيونس وكالجو كالينا قبل ماتش الدنمارك قبل ماتش استراليا. ما نحبش نقول ما عادش فما، لكن نقص ياسر والعديد من الجماهير لن تحضر المباراه، وفما شكون رجع تسكر وفما شكون روح وفما شكون متغشش، وتفهمهم معناها جماهير المنتخب الوطني التونسي الحقيقه عندهم الف حق فيما يخص
البيرفورمانس اللي ريناها ولا الاداء الباهت اللي ريناها كونتر استراليا. دونك نتوقعوا ان عدد الجماهير باش يكون اقل من المرات اللي فاتوا، ان شاء الله يكذبونا الجماهير، لكن حسب مريت انا حسب بيسيني اللي راه فيهم في 48 ساعه الاخيره مش كيف كيف، مش نفس الامبيونس، مش نفس الجو. فيما يخص المنتخب الفرنسي، اكيد خبر الناس كل قراوه انه كريم بنزيما ينجم يرجع للمنتخب الفرنسي، بدا يتعافى من الاصابه ورجع يدرب مع فريق ريال مدريد، وهو مازال على ذمه المنتخب الفرنسي بما انه ضمن اللاعبين المسجلين للتورنوا. دونك المباراه القادمه مستحيل، اما ينجم ديدي ديشان يخمم فيه في الدوزيام تور، ينجم يعاود يعيط له كان استحق هذايا. فيما يخص كريم بنزيما، تشكيله المنتخب الفرنسي فما تغييرات، ديدي ديشان قال مانيش باش ناخذ دي ريسك، انا نخمم في الويتيام ويتيام فينال ومباراة تونس باش ندور فيها الافكتيف، فما موندوندا باش يلعب مكانه يقولوا ريس، هذا حسب اخر الاخبار حسب الاعلام الفرنسي، فما كومان في بلاصه اسمان ديمبلي، كيليان مبابي باش يلعب، فما تورام مكان اوليفي جيرو، كامافينغا باش يلعب اساسي يظهر لي، فما تغييرات، فما عديد التغييرات، فما تورنوفر باش يقوم به ديدي ديشان، هذا مفهوم بما انه المنتخب الفرنسي يغزر لبعيد. المنتخب الفرنسي ممكن افضل منتخب بريتو الى حد الان في التوروا مع البرازيل، المنتخب الفرنسي اللي باش يكون الحقيقه مورسو صعيب علينا برشا، احنا اللي طالبينه الميساج ممكن ينعديه لعبه المنتخب الوطني التونسي انه يفسخوا البرفورمانس والاداء الباهت اللي ريناه في مباراه استراليا. الربح ضد فرنسا حاجه الحقيقه صعيبه، ماهيش مستحيله لكن صعيبه، في الكوره فما حتى شيء مستحيل، كما شفت العربيه السعوديه كيفاش ربحت الارجنتين، والحقيقه راه ريت ماتش العربيه السعوديه كان ممكن ريفيرونس في كره القدم، في تاريخ كره القدم باش يقعد ريفيرونس، خاطر الناس كل تحكي لهنا على السعوديه والبيرفورمانس، حتى ماتش بولونيا اللي يتفرج معناها دي ديتاي صغار حكمه في مباراه العربيه السعوديه وبولندا، والعربيه السعوديه عنده فرصه لحقيقه كبيره باش يتاهل للدور الثاني. المغرب كيف كيف شفتوا البيرفورمانس تاع المغرب، قعدنا كان نحن هكا غيرت انا شويه الحقيقه برهان، غير كي شفت المنتخب المغربي والاجواء اللي عاشوها بعد الماتش، وانا كنت حاضر في المباراه هذيك الحقيقه غيرت وفرحت للمغاربه، لكن انا كتونسي وجعتني شويه امين الاجواء هذيك والفرحه هذيك اللي ريتها عند المغرب. امين اكيد انت بحكم متابعتك يعني للتصريحات الاعلاميه وغيره، كيف برشا توانسه شافوا تصريحات عصام جمعة البارح عند صديقنا محمد الخماسي في الدوامة على اي اف ام، عباد محمد الخماسي سبب المشكلة جيبا التحقيق مازال جاري، التحقيق مازال جاري ليندرا، حسب رايك يعني تصريحات من نوع هذه كيما البعض يتكلم باش تاثر على الملاعبيه، باش تاثر على كذا، ناس اخرين يقولوا شنو يا اخي باش تاثر على الملاعبيه، هذه كل اخي ملاعبيه لهين بتصريحات وحكايه فارغه، وخلي هذاك جزء من اللعبه الاعلام يا اخي باش يسكروا الاعلام. نحن حسب رايك انت وحسب انت اقرب غديك بحكم تواجدك في الدوحه، تقلق تصريحات هذه تزيد دخل ارتباك، والا عادي جدا واحد يتعامل في اجواء رياضه احترافيه جزء منه فما تصريحات اعلام؟ بالطبيعه تقلق برهان، بالطبيعه تقلق، وتوا الدنيا برشا سوشيال ميديا، الناس تبع برشا في السوشيال ميديا برهان، حتى الملاعبيه تشوف سيف الجزيري معناها جاوب بستوري، جاوب عصام جمعه الملاعبيه معناها يتبعوا كل شيء، يتبعوا كل كبيره وصغيره، دونك اكيد تقلق، يوصلهم كل شيء الملاعبيه، ريت حتى كسبان في لي كومونتير يوصلهم الملاعبيه، حتى ما يقراش هو يبعثوا له دي كابتور، وكل اي ملاعبي حتى نقولوا اونتي سوشيال ميديا وكل شيء يوصل. انا اليوم عندي مباراه مهمه جدا برهان، مباراه ايران امريكا، مباراه الحقيقه انا متشوق للمباراه، سياسه في الرياضه والرياضه في السياسه، ريمام لا صدفه ايوي، والامبيونس نتاع جماهير ايران الحقيقه حاجه من وراء العقل، وريتك شويه المره اللي فاتت مباراه وقت ايران ويل، انا متشوق برشا للماتش هذا، يلا الماتش باش يكون تاريخي كما قلت انت، السياسه والرياضه ومنتخب الايراني كان تفرجتوا فيه ضد ويلز، الروح اللي لعب بها منتخب ايران والجرينتا، وبرشا ملاعبيه راهو محليين عندهم محترفين ملاعبيه ويلعبوا في مستوى عالي، لكن
واضح. طلبوا معاقبة أمريكا البارح إيران. واضح واضح. يلا نتفرجوا في الكورة في كل حالات كأس العالم ممتع هذايا الحق، نتفرج فيه ماتشات الكل مع التوقيت وكذا. لا مع الجمهورية الإسلامية شنو هذا كلام توا إيران؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. زاد في الاتحاد كيما المعارضة الإيرانية في الاتحاد الأمريكي نحاولهم كلمة الله من العلم من العلم نتاع إيران، دونك طالبوا الفيفا بمعاقبة أمريكا. فوالا. يلا سيدي ميتيو مع شيماء بعد الأخبار مع نيسا مكشاح، ومن بعد نواصلوا في بقية فقرات ليميسيون امبوسيبل. بعد شوية مكملين في إيميسيون إمبوسيبل مع بورين بسايس على إي إف إم أحلى غاديو.